وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا شعبان برمضان. اليوم رح نحضر الزرق، بس كيف رح نروح نخيم على أساس بس في المطبخ، ورح نحضر بوظة أمر الدين. فكرتهم التنتين بتجنن. قبل ما نبلش وصفاتنا لليوم بدي أرجع أذكركم أنه عنا سؤال للحلقة. سؤالي جاي من نفس الوصفة رح أعملها اليوم، شو هي أطول حبة رز بالعالم؟ جواب كتير سهل رح يكون خلال الحلقة. جاوبوا معانا على هذا السؤال، لا تنسوا تعملوا شير ولايك للحلقة لحتى تفوز مجموعة جوائز مقدمة من مجموعة شعبان. واللي ما رح يربحوا بها الحلقة ما بدهم يزعلوا، ليش؟ لأن رح تفوزوا بنهاية شهر رمضان المبارك بثلاث ليرات ذهب. نروح على أول وصفة، هنخيم سوا ونعمل زرب اللحمة. لزرب اللحمة أول إشي رح نحتاج لتتبيلة اللحمة، 2 كيلو لحمة خروف مقطعة كبيرة، رح نحتاج لأربع معالق كبيرة من الخل، أربع معالق كبيرة من زيت شعبان، رح نحتاج لبهارات الحب اللي هي فلفل أسود، ورق غار، لومي، واللي هي المكونات اللي بهارات الحب الموجودة عندنا بكل بيت، وبهارات مشكلة وملح زي ما قلنا وفلفل أسود. أما لتتبيلة الرز رح نحتاج لأربع أكواب من رز مهراجة، بصلة مفرومة، معلقة صغيرة من الثوم المهروس، معلقة كبيرة من البهارات المشكلة، مكعب مرق، ملح وفلفل أسود وبابريكا، وبالنهاية رح نحتاج لبهارات حب. قبل ما نبلش وصفاتنا لليوم بدنا نحكي عن أطول حبة رز بالعالم. أنا اليوم مستخدمة رز مهراجة اللي حبته أطول حبة رز بالعالم، إضافة أنه ما بتكسر فبضل عندي مفلفل بطريقة حلوة. خلينا ناخده ننقعه لمدة نص ساعة، بعدين نغسله 4-5 مرات ونبلش الوصفة. شايفين حبات الرز قديه حلوة وقديه طويلة. نبلش نحضر بالزرب. فكرته لطيفة هالزرب وسهل، وفيش داعي تروحوا تخيموا بعيد وتبنوا زرب بالبيت، رح نعمله بإشي أبسط من هيك. نبلش نحط تتبيلة الرز. وين زيتاتنا؟ زيت شعبان اللي نور المكان. حط كمية منيحة من زيت شعبان. رح ناخد البصل المبشورة عنا. حلو كتير سؤال حلقتنا لليوم، سهل وبسيط وجوابه كلمة واحدة شفتوها في بداية الحلقة، رح تفوزوا بمجموعة جوائز زي ما قلت لكم من مجموعة شعبان، ورح تفوزوا بنهاية الشهر كمان بثلاث ليرات ذهب. طيب حطينا البصل، بحب يدبل شوي صغيرة قبل ما أضيف الثوم لأنه الثوم بنحرق أسرع من البصل. نقلبهم كتير منيح. بعدين رح ناخد بهارات الحب، بحب أضيفها على الرز وبحب أضيفها على اللحمة. عندنا ورق غار، قرفة، لومي، كل البهارات الحب اللي انتو بتحبوها ضيفوها لتطلع ريحتها، بتغير طعم الأكل تماما. يا عيني على ريحة البصل والثوم والمطيبات بتجنن. نعمل التتبيلة قبل ما هيك ياخدوا ريحة زيادة ويتدبلوا أكتر. التتبيلة كتير سهلة كتير بسيطة. عندي لحمة خروف قطعتها كبيرة زي ما نقطع للمنسف، انتو بدكم تقطعوها أصغر لأنكم قلقانين ما يستوي، ما في مشكلة، ولكن صدقوني رح يستوي ورح يطلع بجنن. عنا خل، أنا مستخدمة خل التفاح، خل التفاح أقوى على اللحوم يعني أحسن من الخل الأبيض. رح أضيف عليها ملح، يعني برضو البهارات اللي احنا بنحبها بإزر، بابريكا، رشة هيل، وفلفل أسود، وعندنا بهارات مشكلة. نجيب معلقة. تخيلوا الأشياء كتير بسيطة بس لو إنه نعملها ونحضرها في البيت. يعني بالعادة بنقول زرب لازم نعمل بالبيت زرب، أو نروح على أماكن معينة، أو نشتري الزرب من برا، بس ليش؟ كتير بسيط، كتير بسيط الموضوع. بتقدروا تستخدموا دجاج على فكرة مش بس لحمة. التتبيلة صارت عندي جاهزة، وعندي البصل والثوم والبهارات الحب صارت جاهزة كمان. رح أخذ البهارات أضيفها هيك، بحب أقليها تطلع ريحتها. هاي عنا البابريكا، البهارات مشكلة، نفس التتبيلة اللي حطيتها على اللحمة. عندنا شوي من الفلفل الأسود، رشة من الهيل، وراح أضيف مغلف
مرق الدجاج بتقدروا تستغنوا عنه بس بتضيف نكهة لذيذة. والملح. قلبنا كل البهارات. الرز عنا منقوع ومغسول كويس لراح منه النشا. ناخذ كمية الرز فوق كل البهارات اللي عملناها. شوفوا اسم الله قد ايه حبته حلوة وكبيرة ومو مكسرة. بدنا نقلبهم كلهم مع الرز. هلا شوفوا الفكرة وين. الرز ما رح نطبخه. ليش ما رح نطبخه؟ لانه رح يقعد على النار تقريبا ساعتين وهي مدة كتير كافية لحتى يستوي الرز تماما. بس بدي اقلبه. هي الفكرة من كل البهارات والبصل والثوم اللي حطيتهم انه الرز يتغلف بهالنكهة اللي بدنا اياها. يا عيني تقدروا تحطوا كمان شوية كركم، تقدروا تضيفوا اي اشي من البهارات. لا تتقيد، دايما بضل اقول لكم اياها لا تتقيدوا، اعملوا البهارات على ايش انتم بتحبوا. الرز اموره 100%. حضرنا التتبيل، بس بدي اتركه على النار 3-4 دقائق بعدين خلاص. خلينا نغطيه، خلينا نتركه 3-4 دقائق لنتبل اللحمه زي ما حكينا. نجيب صحن اكبر. ناخذ قطع اللحمة، أنا بستخدم تقريبا 2 كيلو، أحطه على عدد أفراد الأسرة، ما بدنا نستخدم لحمة، بنستخدم دجاج عادي ما في مشكلة، بس رح ياخذ وقت أقل على النار. رح ناخذ كل التتبيلة، بدي كمية الخل تكون منيحة، يعني بدي إياها تغطي اللحمة تماما، نفرك اللحمة منيح. منا نحرك اللحمة بالتتبيلة كتير منيح لنتأكد إنه التتبيلة غلفت تماما اللحمة. إذا بقدر أعمل هاي المرحلة قبل بليلة طبعاً بده يكون ممتاز، منه رح نرجع ننظم وقتنا ومنه رح ناخذ وقت أطول بالعبادة، سواء كان صلينا التراويح، نقرأ قرآن، حتى تقضوا وقت مع العيلة. طيب خلينا اللحمة جاهزة، الرز جاهز، نشوف كيف رح يصير زرب. نشوف وين الفكرة اللي حضرناها. بدنا نجيب طنجرة هيك حجمها كويس، ورق فويل، بدنا نغلف الطنجرة تقريبا 4 طبقات لنضمن انه الحرارة ما تكون مباشرة على اللحمة. رح اخلي نص الفويل بالطنجرة والنص الثاني طالع لبرا، خليني اعملهم كلياتهم ونرجع نكمل الوصفة. اللحمة بعد ما تبلناها إذا تركناها دائما قبل بليلة رح تستوي معانا أسرع، بس قبل ما أحطها بالطنجرة بدي أحط عليها شوي من زيت شعبان عشان ضل فيها لمعة. شايفين كيف؟ وآخذها أحطها بالطنجرة. في ناس كتير بيقلقوا من موضوع ورق الفول جوا الطنجرة، بتقدروا تحطوا ورق زبدة إذا كتير قلقانين. رح آخذ اللحمة صفتها هيك. إذا حسيتوا كمية الخل اللي حطيتوها على اللحمة قليلة بتقدروا تضيفوها أو تزيدوها شوي. ورح آخذ كل التتبيل من البهارات اللي ضلت أحطها فوق اللحمة. يا عيني. رح ناخذ الرز. الرز ما طبخناه، إحنا شو عملنا؟ هيك دبلنا بصلة وثوم وحطينا البهارات الحب والبهارات الناعمة، بعدين قلبنا فيها رز مهراجة، بعدين رح نضيفه كله فوق اللحمة. ما حطينا مي زي ما انتم شايفين ولا اشي. هاي البهارات مش متحركة كتير منيح، هاي رح نحركها عشان تتقلب كلها مع الرز. الله ريحة الرز بتجنن ومنظر رح يطلع خرافي.
طيب هلا في كثير رح يسالوني او رح يبعثوا لي رح يستوي الرز بدون مي، انه غريب شوي. طب كيف هلا رح يستوي الرز؟ ما تقلقوا، بتعرفوا ليش؟ لانه اللحمه رح تنزل ميتها، وبالتالي هاي المي بدها تضلها بخار، والبخار رح يطلع على الرز. بس بدنا نسكره كثير منيح، لانه نعمله زي مبدا طنجره البقت. تمام هيك 100%. ناخذ الرز على النار، نغطي ونتركه على ايش؟ اوطى حراره موجوده عندنا بيلغى اوطاها. بياخذ اذا كان لحمه حضرناه باللحم بده تقريبا ساعتين، اذا حضرناه بالدجاج تقريبا بده ساعه ونص. طيب انا الان من الرز ما يستوي بتقدروا تحطوا كوبايه مي، يعني اعطيتكم كل الحلول عشان ما تقلقوا، بس ما تحطوها في البدايه. بالبدايه بدي اللحمه تاخذ نكهه الاساسيه وتطلع على الرز، حطوها بعد ما يمرق على الرز تقريبا ساعه. انا رح اتركه هلا ساعتين ونبلش نحضر البوظه. البوظة بتبرد على قلبنا، كيف لو استخدمنا فيها قمر الدين؟ رح تطلع كتير طيبة. ناخذ مقادير وصفة بوظة قمر الدين ونحضرها. لبوظة قمر الدين رح نحتاج لكوبين من عصير قمر الدين، كوبين من كريمة الخفق، معلقة كبيرة من السحلب، علبة جبنة كريمية وفانيليا. أول إشي أنا جبت قمر الدين، أكيد هلأ الدنيا رمضان وكلنا عنا قمر الدين. بتجيبوه بتقطعوه قطع صغيرة وبتنقعوه تقريبا 500 جرام، بنقعهم بلتر من المي. باخد جزء منه عصير أو بعمله بهلبية، أو جزء رح نعمله بوظة زي ما اليوم عملت. بعد ما أخذ له هيك 3-4 ساعات بالمي السخنة وبرد تماما، بطحنه بس بالخلاط. شوفوا فكرة هالبوظة كتير سهلة وكتير بسيطة، بس هذا خلاني أتذكر سؤال حلقتنا لليوم. اليوم عملنا زرب اللحمة، شو كانت أطول حبة رز بالعالم أنا استخدمتها اليوم؟ الجواب كلمة واحدة وكتير سهل. ما تنسوا كل ما شاركتوا وكل ما جاوبتوا كل ما زادت فرصكم بالربح لتفوزوا بمجموعة جوائز مقدمة من مجموعة شعبان. أخذنا زي ما قلنا هي كوبين من عصير قمر الدين. شو الفكرة بالبوظة اللي رح نحضرها اليوم؟ الفكرة في السحلب، مادة السحلب اللي هي بتيجي عند العطارين. أنا مستخدم منها معلقة كبيرة، رح تخلي القوام فومي وسلس، وبالتالي تكون بوظة مش عبارة عن ثلج. هي حطينا معلقة من السحلب، رح نحط من سكر شعبان أحلى سكر. بدكم شاركوا بكل الحملات الموجودة لسكر شعبان بهاي الفترة برضو لتفوزوا مجموعة جوائز بتجنن. طيب بدنا ناخذ مش كتير، أنا تقريبا رح أحط نص كوب من سكر شعبان، لأنه أصلا قمر الدين حلو والكريمة عندي حلوة. إذا بدكم تخففوا تخلوه ربع كوب ما في مشكلة. خلينا نخفقهم شوي مع بعض. خفقناهم كتير منيح مع بعض. رح اخذ الجبنه الكريميه، اي نوع جبنه كريميه، واذا ما كان عندي جبنه كريميه بنقدر نستخدم اللبنه، بس اللبنه التركيه اللي بتيجي اصلا حلوه شوي. تمام، برضو خفقه على السريع. قوامها هيك صار كتير حلو. بدي اخذ كوبين من كريمة الخفق او الكريمة السائلة للحلويات. هلا ما عندي اياها، بس خلينا نثبت هذا كيس السكر شعبان. ما عندي كريمة الحلويات السائلة، بنستخدم مغلفين من الكريمة الباودر، راح اضيفهم. بس هي متوفرة بكل مكان وسعرها كتير رخيص. وكمان راح اخذ شوي من قمر الدين، يعني عشان احنا عاملين بوظة قمر الدين ناخذ نكهة، بدنا نقطعها بس قطع صغيرة مع البوظة. هالبوظة بتقدروا تضيفوا عليها كثير من النكهات، بتقدروا تحطوا عليها فانيلا، بتقدروا تحطوا شوي ماء زهر، يعني حاولوا تلعبوا بالنكهة زي ما انتم بتحبوا. أنا هيك بكفي ما بدي أكتر، لأني أصلاً حاطة عصير قمر الدين. خلصنا، رح أخذ رشة فانيلا ونخفقهم ليصيروا شوي زي الفوم.
عيني على الجمال. بدنا ناخذ البوظة امورها 100% بالضبط مثل ما بدي القوام، هيك بنضمنها ما صارت ثلج، وهي الفكره من السحله، تضلها ناعمه من غير ما تصير عندي ثلج. خليني بس اقيم الخفاقه لحتى نسكبها. هيك خلصت البوظة. تعرفوا شو، خلي اطفالكم يشاركوكم بهدول الوصفات، وخصوصا وصفات الحلو، كثير بينبسطوا وبيغيروا الجو، وخصوصا اذا بتعودوا على الصيام اول مره بحسوا انه شيء مسلي. خلوهم يشاركوكم حتى بالعباده لحتى يتعودوا على عمر كثير صغير. طيب بدي اخذ البوظه، وين بدنا نروح فيها هلا؟ على الفريزر. قديش بدها؟ تقريبا 6 ساعات، فيعني بنعملها قبل بليله. بدنا نخليها على شكل قالب بزبط، بدنا نحطها بصحون تقديم كله بزبط. بس قبل هيك خليني اغطي وجهها حتى ما يصير عليه اي طبقه وهو بالفريزر، او اذا كان الفريزر عندنا فيه نكهه او طعم مو حلو ما تاخذها البوظه. يلا نوديها 6 ساعات على الفريزر ونبلش نقدم وصفاتنا اللي عملناها اليوم. هيك البوظة صارت جاهزة، شوفوا جمالها. عشان هيك حطيت ورق النايلون لحتى اقدر اقلبها من القالب. هلا قلت اذا ما بدنا نقلبها من القالب عادي بنقدر نجيب معلقه البوظه ونطلعها بالصحون كله بزبط. بس احنا دائما هيك عشان نعملها شكل حلو مختلف. عندي كريمه حلويات مخفوقه بدي ازين فيها، تقدروا تزينوا بقمر الدين نفسه، مكسرات، اللي بدكم اياه. بس اشياء ايام بتكون على بساطتها كثير حلوه. نلف الجهه الثانيه. يلا بدكم هلأ كونه سرنا بنهاية الحلقة، اللي لهلأ ما شارك بسؤال حلقتنا لليوم اللي هو شو نوع أطول حبة رز بالعالم استخدمته اليوم ضمن وصفاتنا. اللي راح يفوز بهذا السؤال راح يكون محظوظ. ليش؟ لأنه راح يفوز بمجموعة جوائز مقدمة من شعبان. تمام هيك 100%. شو رأيكم نحط كمان من فوق؟ يعني هي بوظة بالنهاية مش هتكون عالتكة، بس بدنا نحاول نطلعها قد ما بنقدر مرتبة وحلوة. شايفين كتير حلوة، رشة فستق حلبي. كتير بحب الفستق الحلبي الصراحة، منظره حلو وطعمه حلو. وهنا كمان قبل ما اقدمها قلت خليني احط عليها شوي من قمر الدين، برضو بتاخذ منظر كتير حلو. خلصنا البوظة، نشوف شو اخبار الرز. متحمسة اشوف الرز كيف طلع. اوه خلنا نطفي النار. بتقدروا على فكرة تحطوا فحمة بالاخر ليتدخن يصير معنا طعم الزرب الحقيقي. ريحته دائما اقولكم قبل الفطور على طول حضروا عشان تشوفوا كل شيء لذيذ. انا حاطه بس ورقه زبده بالاخر، تقدروا تضيفوها عشان احافظ على البخار. نشوف الرز شو وضعه. شوفوا شايفين وضع رز مهراجة اللي كان سؤال حلقتنا لليوم كيف طالع. خلينا نسكبه ونشوف شو اموره. شو الرز طالع بشهي بجنن. شوفوا قديه مفلفل وحلو واللحمة مستوية. خلنا نطلع اللحمة لأني حاطها من تحت. شوفوا جمال اللحمة كمان ماخدي لون لأنه حطيناها بالآخر. يعني شوفوا كيف بالبيت عملنا زرب، ولا مضطرين نكلف حالنا ولا نروح رحلة كتير طويلة ولا نعمل زرب بالبيت ولا شيء. حتى لون اللحمة طالع بجنن.
الله الله الله، اعملوا عزومه على هاي الوصفه. شوفوا شوفوا كيف محمره للريحه. يبي لما تجربوا هالوصفه شو رح تحبوها؟ ناخذ كمان شوي من الرز نحطه تحت. بتعرفوا انا بحب اعمل كميات منيحه برمضان، لاني بحب زي ما قلت لكم كثير اشارك الوصفات مع كل حدا، منه نبعت للجاره، نبعت للعيله، اذا حدا بمرق عنا على البيت يلاقي اشي زياده. يلا 100% هيك. اخر اشي اللوز، اخر اشي من تزيين الصحن. شوفوا هالصحن طالع يعقد. الزرب صار جاهز، هيك رح نقدمه بسفرتنا، سفرة رمضان لا اليوم. بتمنى الوصفات اللي حضرت لكم اياها انها تعجبكم، ولكن قبل ما ننهي هالحلقة بدنا نحكي الف مبروك للرابحين اليوم بالجوائز. شو كان سؤال حلقتنا؟ كان شو هي اطول حبة رز بالعالم؟ كان رز مهراجة اللي استخدمناه اليوم بالزرب. على كل حال اللي ما ربحوا ما رح يزعلوا، لانكم رح تفوزوا معنا باخر شهر رمضان المبارك ب3 ليرات ذهب، فخليكم متابعين معنا خلال هدول الحلقات، ولا تنسوا بدنا نشارك هالاكلات الطيبه مع الناس اللي بنحبهم. باي باي.